لما قلت لي ان جوزك هيطلقك بسببي صعبتي عليا، استلفت الفلوس دي وجيت عشان اديهم لك على طول. فكر خير والنبي يا وزه، كام دول؟ 5000 جنيه. حلو كده يتبقى 9. عارفه انا اقولهم لك شهر في التاني. يا بت يا بت اني مش هناكله حق جوزك ولا هنتسببه في اذيتك. ما هو ده العشم برضك يا اختي. هو احنا يا بت لنا اللي بعدينا؟ بس تعالي هنا، هو انت مين راضي يسلفك الفلوس دي؟ ده انت لسه ديك النهار قايله لي بعظمه لسانك ان مفيش حد بيسلف حد اليومين دول. ايوه بس ربنا بعت لي واحده مش من على الارض، زي الملايكه، شبه ام الله يرحمها الخالق النار. وانت كنت شفت امك الله يرحمها فين يا مدهوله؟ انت يا بت مش قايله لي انها ماتت قبل ما تكملي 3 سنين؟ ليه يا بت؟ هو مش في صور؟ شفتها في صوره. صوره؟ عزه ما تحوريش عليا يا اختي. يا بت ده سرك. الفلوس دي انت واخداها من راجل الكباره بتاع برج العرب، صح؟ ماشيها واحده يا منى. اخسى عليك يا بت، انت هتخبي عليا؟ طب والنبي ده انا نفرح لك. لا طالما هتفرحي لي يبقى هو. والنبي يا بت شكلك عجبتيه واستمخ منك. خليته زي الخاتم في صباعي، بيموت في دباديبي، هينفذ لي كل اللي انا عايزاه. ما طبعا، ما بعد ما ضربتي له الاحمر من بعد الاسود وبقيتي تلبسي البروبروق والملعلط، ما لازم يدوب في دباديب. يسعدك يا هنك يا بت، والنبي انت مرزقه وحظك في رجليكي. عشان كده قعدتي تقولي لي بالفم المليان هنبقى ناوي لك الباقي شهر ورا التاني. ايوه يا اختي، بس تخلي جوزك يحضر لي بقيه الكمبيالات ويديهم لي واني بدفع له بقيه الاقساط. اسحب بقى. ايه حفيد يا اختي؟ طب وكتاب اللي همتي نازله لما تتعشي معايا؟ ده انا جايبه حبه بساريه من بحر يا بت. ايه فضه يستاهلوا بقى المره الجايه. اصل واقف مستنيني على الامه يا بت. قلت له هطلع لصاحبتي ونازله لك على طول. الله، طب لما هو واقف مستنيك جبت الشنط دي معاكي ليه؟ ما سبتيهاش ليه وياها على الامه؟ راح يتعشي يا منى، راح يتعشي يا اختي. وبطلي اكل بيض مع البساريه لحسن نضحت عليكي. اختي ده عزه. ازيك يا سعيد؟ انا تمام. انت كويسه يا اختي؟ كويسه وزي الفل زي ما انت شايف. بالاذن يا عسليه. اذنك معاكي يا حبيبتي. سلام. يوه مالك يا راجل، في ايه؟ زي ما تكون واكل بلم. انا مش عارف حاجه خالص. في ايه اللي حصل النهارده بعد العصريه كده قرب المغرب؟ ها. واقف بجرب مكان الزبون، تمام تمام، فجاه واحنا واقفين جنازه معديه وماشي فيها حمو الرحماني، تمام تمام، بسال مين اللي مات له؟ ها. قالوا بنت اسمها عزه. تمام. لا ايه اللي تمام؟ مين دي؟ الله، يعني هو حمو ما يعرفش عزه في الدنيا كلها الا دي يا سعيد؟ وبعدين ما البت سخ سليم قدامك اهو، ده حتى جاتني وادتني 5000 جنيه من اللي عليها. هروح انا بقى بيهم الساغه واكمل دول 5.